كيف الفيسبوك بيقدر يحمي المستخدمين من الأخبار الكاذبة؟ رح نروح مع علي وضيفه لنعرف أكثر عن هذا الموضوع بالسوشيال ميديا. صباح رولا، كيفك؟ صباح الخير. صباح وصارت 12 يعني. ينعاد عليك علي. ينعاد عليك رمضان كمان كريم، عليك وعلى ضيفك كمان. شو كان بدك تخبريني شغله عم تقولي؟ ايه كان بدي اقول لك شيء، انه من يومين ثلاثه كنت عملت ان فريند لشخص او عملت له بلوك باي ذا واي، بوم ببعث لي فيسبوك. فينا نعرف مين؟ لا بلا، خلي الطابق مستور. ببعث لي الفيسبوك مساج بعد ثاني يوم بيقول لي رولا نحن لاحظنا انه انت عملت بلوك لشخص، بدنا نطمنك انه هذا الشخص ممكن ما راح يعرف او ما راح نخبره انه انت عملتي له ان فريند وبلوك، وبس بنذكرك انه ما بقى في شوف صورك الا ثرو فريندز او شيء يمكن. فريندز انه ما بقى يقدر يشوف. اذا مش عاملين لك تاج، لانه اذا صاروا عاملين لك تاج كمان بتبطل تبين عنده كمان. ايه انه لذيذ انه بصير بيعطيك انفورميشنز وديتيلز ممكن نحن نكون ما بنعرفها. اكيد هاي شغله، وكدايما هلا مؤخرا الناس يمكن عم تشوف على الفيسبوك فوق مثل هيك خبريه بتذكر العالم بخصائص الفيسبوك اللي هي يمكن تكون ما بتعرفها. يعني عم تذكرك بالاوبشنز تبعوا للخصوصيه، عم تذكرك انه اذا عملتي ان فريند لحدا بطل في يشوف اغراضك، يعني عم تذكر العالم بالفيتشرز اللي عندها اياها. فبس عم يطمنك الفيسبوك. ثانك يو فيسبوك. لكن انت رح تعطينا كمان مثل تيبس لنشوف كيف بيقدر يفيدنا فيسبوك بهالمواضيع. مزبوط مزبوط، واهلا وسهلا بضيفنا محمود غزي. اليوم انت ضيفي بالفقره. محمود انت صحافي متخصص بمجال التحقق من المعلومات. صحيح مزبوط، هيدا التايتل. هلا حنخبر اكثر شو يعني التحقق من المعلومات، بس قبل محمود بتستعمل الانستغرام؟ كيفك ايه؟ صاحبي ايه؟ بتحسه بيأثر على حالتك النفسية؟ أكيد هو بيأثر، بس يمكن الناس حسب درجات ممكن يأثر معهم. شو رولا كيفك أنت والإنستغرام؟ كيف؟ أنت والإنستغرام أنا بستعمل النفسية. فيسبوك أكثر ما بستعمل الإنستغرام. أوكي. سو في دراسة بتقول إنه أطلقتها الرويال سوسايتي فور بابليك هيلث، يلي هي جمعية بريطانية، بتقول إنه الإنستغرام هو اكثر وسيله تواصل اجتماعي بتاثر على حاله النفسيه للشخص بشكل سلبي. واحسن وسيله بتاثر بشكل ايجابي هي اليوتيوب. حلو. فهيدي دراسه اذا اي حدا حابب يعرف اكثر عنها هي على الار اس اتش بي، فيكم تعملوا سيرش هاشتاج ستيت اوف مايند، فيكم تقروا اكثر عن هيدي الدراسه. فنفوت بموضوعنا الاساسي اللي هو الخبريات الخاطئه يلي دائما عم نشوفها على الفيسبوك. محمود انت ليه حبيت تركز على موضوع التحقق من المعلومات؟ من المعلومات هو بلشت بحادثة صغيرة صارت. انا تخصصي اعلام صحافي، عم يمر معي كثير معلومات، عدد منها عم يكون يا ناقص بالحقيقية فيه للخبر، وفي بعض المعلومات عم تنتشر وخاطئة كليا. ففي احدى ايام عم افتح الفيسبوك بلاقي في صورة متصورينها ببيروت، كان في عاصفة، في طيارة مرأة جنب هالعاصفة نوعا ما، ففي شخص قايل انه هذه الصورة لإله، ولكن عم اتأكد هيك عم بس بالحشرية تبين لي لا، هذا في مصور من وكالة رويترز بلبنان هو اللي صورها، بس الناس صار عم تنقلها مثلا وتحط اسمه لهذا الشخص على الفيسبوك. فمن وقتها بلشت انه لا، ليش عم تقول له شخص هيدا هو اللي اخذها؟ هو يمكن عملها شير على الفيسبوك بس، صح. بس مش حاكي عنها، مش هو اللي مصورها. فمن هونيك بلش شوي اهتمامي يزيد ويزيد، لبعدين اكتشفت انه في عدد كبير من المعلومات عم تنشرها الحسابات الاشخاص العاديين، وبالاضافه لحسابات لوسائل اعلام عم تنتشر وعم ينشروها على فيسبوك وعلى تويتر. يعني اليوم وسائل الاعلام صارت اول ما تطلع خبريه بدهم يكونوا هن اسرع ناس عم ياخذوها، صح؟ فبركي هذا الشيء عم ياثر على مصداقيه أكيد. مصداقيه الخبر. ونحن مش عم باخذ انا المواضيع اللي ممكن يكون فيها امور امنيه معينه او يمكن يكون فيها ابديت تحديثات بعدين، لا، انا عم باخذ معلومه منتهيه خالصه، ولكن الاعلام عم ينشرها بطريقه خاطئه. اكثر شيء بقصة الاستعجال لنشر المعلومات عم يكون استعمال يا صور او فيديوهات خاطئه باماكن مختلفه. يعني بيكون عندي انا يمكن انفجار قنبله صوتيه، ففي وسائل اعلام بتحط لك بعد شوي الهاله تبعت القنبله النوويه بتقول انه هيدا اللي صارت،
هني بيقولوا انه انا بدي صوره للموضوع. طيب ماشي، في صوره كثير جوجل سيرش اول صوره، اول صوره هني بفتشوا عليها بومب او شيء بياخذوها بيحطوها. طيب انا هذا المشاهد او اللي عم شوف الاخبار برات لبنان، عم شوف انا في صوره لقنبله نوويه وهو بالفعل قنبله صوتيه، يعني ما بيطلع شيء يمكن الا اثار صغيره. فانا بصير بزيد خوف على لبنان، بزيد مشاكل، وبالتالي بتضر اذا بدنا نقول سياحه اقتصاد، بصير في كثير اشياء غلط عم بتصير. والاخبار الكاذبه ببلاد برا صار في جهات متخصصه تتابع الامور، لانه خبر بيكون صغير بينتشر مثل كره الثلج بيعمل مشاكل كبيره. وياما في مشاكل صارت من خبر كاذب على وسيله اعلاميه صغيره او يمكن حساب على فيسبوك بيطلعها، تكبر تكبر بتعمل مشاكل امنيه كبيره. هلا بالاضافه للاشخاص او الصحفيين او المختصين اللي مثلك يلي عم يحاولوا يكمشوا هالاخبار ويعلموا العالم شو الاخبار الصح والغلط، فيسبوك يلي هي اليوم اكثر وسيله عم تستخدم لاستهلاك الاخبار، يعني اليوم اغلب الناس عم تجيب خبرياتها عن طريق الفيسبوك. الفيسبوك كمان عم يبلشوا يحطوا انظمه بتحد من انتشار الاخبار الخاطئه. في كونسبت الكليك بيت يلي هو ما له يعني مصطلح بالعربي، بس بعتقد اقرب مصطلح فينا نستعمله هو مصيده النقرات. هول العناوين يلي بتشدك لتكبس عليهم. مثلا حادث مروع في مدينه لبنانيه، يعني لم تصدق ما لم تصدق ما ترى او هيك، يعني هول العناوين يلي ما بتخبرك شيء غير انه بدي اياك تكبس عليها. اليوم الفيسبوك عم يبلش يحط انظمه بتحد من هاي العناوين، يعني صار عم يقولوا انه اذا العنوان ما بيخبرك الخبر، مثل ما نحن بنعرف بالصحافه من زمان انه العنوان لازم يخبرك جزء من الخبر. كمان الفيسبوك عم يصير ما يفرجي هول العناوين او هول البوست للعالم، فهي شغله عم يقدر يعملها. بتنزعج من الكليك بيت، بتحسهم في ناس تعتبرها انه اجباري. يعني مثلا خليني اخبرك خبريه، انا كنت عم ناطر شهر رمضان اي متى العارف بده يبلش، ففي احدى وسائل اعلاميه كتبت انه لن تصدق في اي يوم حدد المفتي بدايه شهر رمضان. طب ليش بده يكون هيك عنوان؟ يعني. ايه طب خلص ماشي بسيطه. فهيدي اشياء صغيره، يعني نحن عم نحكي على خبر كثير عادي اللي هو بدايه شهر رمضان، مش عم نحكي حتى حادث امني او صور او فيديوهات ولن تصدق كيف وهلا تحديدا يعني مناسبه شهر رمضان، ودائما شفناها على السنين اللي مرقت انتشار الخبريات الخاطئه من فتاوى هيدا الشيء بفطر هيدا الشيء ما بفطر، من يعني اخبار خطا خاصه برمضان، والناس خلص صارت بتشوف هاي الشغلة بتعتبر حالها عم تعمل منيح، يعني عن حسن نية انه هيدا اعمل شير لهيدا الخبرية، وانت عم تساعد على نشر الخبر الخاطئ. يعني مؤخرا شفت ليست طويلة عريضة عن شو الاشياء اللي بتفطر وشو الاشياء اللي ما بتفطر، وكان اغلب التعليقات هي ناس عم تصلح هاي المعلومات. فهون صرنا بطلنا عم نعرف انه مين نصدق الخبر، نصدق الكومنتس اللي تحت. شو في شي خبرية انت شفتها على السوشيال ميديا واشتغلت لتصلح عليها المعلومات؟ قلت لي في شي خبرية كمان هيك. في خبرية اللي صارت بانه كان في مقطع فيديو. هلا المشكلة انه الدين حيالله ديانة والاسلام جزء منها، صاروا هلا بيجيبوا مقطع فيديو شيء غريب بيسقطوا عليه ايه قرانيه شو ما كانت تكون، فبيعطيها الهاله الدينيه اكثر وبصير بينشروها. شخص بينشرها على اساس انه انا عم بعمل خير وانه شوفوا واتقوا من الله وارجعوا للدين وهالامور، بس المشكله حلو شيء بيحرك المشاعر يعني عند الناس، خصوصا هلا رمضان يعني ففي الهاله الدينيه اكبر، ولكن بس ينشروها طب هذا جزء من الكذب اللي هو اصلا اذا بدنا نحكي مظبوط القران عم يقول انه ابتعدوا عن الكذب وما تنشروا اخبار كاذبه، فانا عم ساهم بنشر اخبار كاذبه. من بيناتهم كان في مقطع فيديو هون عم نشوف صوره لمقطع هيدا الفيديو اللي هي نار. العنوان اللي كان عم ينتشر فيه انه مكه تشهد على علامات يوم القيامه، المياه والنيران تخرجان من نبع واحد. فهلا اول ما واحد يشوف الخبريه انه اف واو مكه ونار ومياه وهذا اليوم القيامه، فبينشروها بلشوا يخوفوا الناس. اوكي عم تشوف هون انت على الصفحه عندك يلي هي وزاره الاعلام البديل، هي ما انها وزاره افتراضيه ومش عم تضارب على الوزاره افتراضيه انت اسستها لتراقب هيدي صفحه على الفيسبوك بالاضافه لبلوج لتراقب الخبريات الخاطئه اللي عم تنتشر. نعم تنتشر فشو عملت هون خبرنا. هلا هيدي وحده من الفيديوهات انتشرت، انا وصلتنا عن طريق الواتساب وكانت عم تنتشر على الفيسبوك بنفس الوقت، فانا بلشت اخذ هذا الفيديو ادرسه جزء جزء.
أول شيء الفيديو كان ما في شيء مسموع فيه إلا آية قرآنية وماشية، وفي مشاهد عم تطلع. فأنا بلشت تشوف هذا الفيديو، شوف إنه مثلا في مشهد نار، في مشهد مياه، في أرض قاحلة، في أشخاص مبينين لابسين ثياب عربية مثل هالشخص، ففي معلومات معينة صارت تدلني وين هذا صاير. فأنا من خلال أشخاص عم شوف هون المنطقة إنه ما كتير مبينة مكة المكرمة، فبلشت أنا أدرس الموضوع أكثر وفتش بمعلومات اللي فيه أكثر، فشوي شوي تبين لي إنه منه بالسعودية. اللهجة صارت في ميكس ما بين يمكن شمال السعودية أو شيء، فأنا بلشت فتش عليه أكثر. وهون أنت بتشتغل بطريقة كتير علمية، يعني أنت مش بس بتقول إنه هيدا الفيديو مش مزبوط، أنت عن جد أنا عم فوت بتفاصيله، فوت بالتفاصيل، عم تنكش الخبر المزبوط، عم تجيب صور، عم تعطي أدلة وبراهين للناس تتفرجيهم من يعني وين إجت الصورة. الآية قلت لهم هيدي الآية من هيدي الصورة وكيف طالعة، وبعدين الصوت من وين طالع، وكيف تم استعمال الفيديو، بأي عناوين تم استعمالها، مزبوط. وبعدين حاولت أوصل آخر شيء للفيديو وين صاير، وبعدين بلشت أقول إنه هذا الفيديو لأنه بمكة، لأنه يعني هون عم تحدد جغرافيا هيدا الفيديو كمان وين تصور فطريقة علمية جدا وطريقة مهمة، اللي هي أكيد يعني خبير مثلك عنده وسائل معينة، بس حتى بشكل مبسط الناس بتقدر بكفي أنه هي تعمل سيرتش على جوجل تتشوف هيدا الخبر أساسه. صح صح، يعني نحن عم نحكي هون فيديو، فيديو يمكن يكون شوي صعب على الناس، بس نحن عم نحكي حتى الصور كتير سهلة، مزبوط. وجوجل عم يسهلها بشغل كتير. هلأ فيسبوك كمان صار عم الويب سايتس اللي هي معروفة بنشر أخبار كاذبة كمان، إذا صرنا عم نعمل شير لخبريات منها عم يحد من انتشارها. صح. وصار كمان يحط علامة للمستخدمين تحت الخبر لينتبهوا إنه إذا في شك بهيدا الخبر بيحط لك هيك زر أحمر بيقول لك انتبه هيدا الخبر ممكن يكون خاطئ. صح. والأحلى من هيك إنه إذا خبر معين ممكن كمان يقول لك إذا مؤكد هيدا الخبر من مواقع أخرى أو غير مؤكد، يعني بيقول لك هيدا الخبر أثبتت أثبت خطأه عبر المواقع التالية تيشجع انتشار الأخبار المزبوطة. المزبوطة. وهلأ صار هلأ في بده ينتبهوا المواقع العربية بشكل كتير كبير، جاي الهجمة عليهم المواقع اللي هي عم تنشر أخبار بعناوين رنانة أو أخبار كاذبة. هلأ التجارب طبيعة الحال فيسبوك عم تعملها باللغة الإنجليزية، بس أنا عرفت أنه رح تصير واصلة على العربية، من بيناتهم العناوين الرنانة، المواضيع الغلط، المعلومات الخطأ. يعني هلأ اللي هو ممكن المستخدمين فيسبوك يساعدوا بأنه يعملوا ريبورت. يعني أنا بعمل ريبورت لأشياء يمكن فيها مسبات، فيها أشياء جنسية، فيها أمور تانية، لا صار فيسبوك عم يدعي الناس خاطئة. إذا في خبر كاذب قولونا أنه هذا كاذب لندرسه ونلغيه، نلغيه من انتشاره. أوكي، فالناس بتبطل تفوت على هذا الرابط والموقع بالتالي رح يخسر، الصفحات رح تخسر. فهيدا الشغلة كتير كبيرة إنه فيسبوك عم يفتح المجال للناس تفوت عليها وتساعد بطريقتها، لأنه أخبار كاذبة ممكن يكون إشي بالمنطقة، إشي دينية. صح. يعني للمشاهدين اليوم أنتم كمان عندكم مسؤولية، فيسبوك عم يساعدكم وأنتم عندكم مسؤولية إنه إذا حسيتوا في شيء كاذب دغري اعملوا له ريبورت، في زر فوق على حد البوست بتقدروا تخبروا فيسبوك إنه هيدا خبر كاذب. محمود شكرا كثير لك. قبل ما نودعكم مشاهدين تب سريعة كمان لها علاقة بالفيسبوك، إذا حاسين الفيسبوك عم يصرف لكم بطارية كتير بالتليفون أو بالتابلت أو عم يصرف لكم داتا كتير، في أبليكيشن منزلتها فيسبوك كمان، هي أبليكيشن رسمية بكفي تعملوا لها سيرتش على الجوجل بلاي ستور، اسمها فيسبوك لايت وماسنجر لايت. بس تنزلوا هاي الأبليكيشن بتاخد مطرح الفيسبوك الأساسي وبتصيروا رح تكتشفوا أنه بطاريتكم عم تضاين أكتر والإنترنت تبعكم عم يضاين أكتر. شكرا كتير لكم مشاهدين على المتابعة. رولا لعندك، يعطيك العافية علي، رح نرجع نشوفك نحن أكيد السبت الجاي. شكرا لضيفك، بتوقف مع بريك ومن بعدها بنكون مع شيف طارق يلي عم بحط اللمسات الأخيرة قبل ما نروح لعنده، فما تروحوا لبعيد.